مساء الخير من جديد مشاهدينا ومستمعينا، وصلنا لفقرة تريند، واليوم في تريند نتحدث عن مبادرة جميلة جدا من منظمة قطرة ماء، اللي هم سعوا في أنهم يحفروا آبار وعندهم شبكات أساسية ناقلة للمياه في العديد من المناطق في السودان، لكن واجهتهم بعض العقبات وتحديات كبيرة جدا بتجيف في طريقهم. فاليوم مع بعض يعني حنستفيد أكثر، حنعرف هم منو، شكل العقبات اللي ممكن تكون مواجهة، خاصة أنهم بيعملوا في عمل خير دون أي دعومات من جهة حكومية. دكتورة باكينام عثمان رحمة هي رئيس منظمة قطرة ماء، حتحدثنا أكثر. مساء الخير وشكرا لزمنك، أهلا وسهلا بك. مساء الخير، شكرا للاستضافة وأهلا بك. شكرا دكتورة باكينام. يعني في البداية إحنا أدينا لمحة بسيطة، أو يمكن المنظمة واضح عملها من اسمها اللي هي قطرة ماء، فنتعرف عليكم بصورة أكثر وعلى الأعمال والتوسعات في يعني شبكات المياه اللي انتم والمناطق اللي الى الان قدرتوا تغطوها. نحن قطرة ماء بدينا كمجموعه، ما كانت منظمه، بثلاث نساء. ثلاث نساء تحيه والله للسيدات. شكرا لك. ما عنصريه ولا جندر مني. ثلاث نساء حبن ان نصدقن عن اثر يعني ماتوا او مرض او مشاكل عائليه. فلما مشينا الفتح صدمنا بالكارثه الموجوده على الارض، ونحن صراحه يعني ما احب انا كذب، ما كنت بعرف منطقه اسمها الفتح. فمشينا لقينا الناس زي اللي قاعدين ان نو وير في الصحراء، ما عندهم داري لهم نص يوم عشان يقبل يعني يجوا لاقرب محطه انه يتواصلوا بيها. فلما مشينا ثلاثه اربع ايام الاوائل زول حاسه برعب حقيقي، وبحسب انه هو ما انسان يعني، في ناس عايشين العيشه دي زي يعني حتى البهايم ما بيعيشوهم، ما عندهم مويه، عايشين وسط العقارب وسط الدبايب في منطقه صحراويه، والوسيله الوحده للمويه هي الكاروات بالكارو، المويه بتاعت الحمير، واغلبيتها متلوثه وعندهم فشل كلوي. فشيء المؤسف لما نحن مشينا، فاول يعني دخلنا لراجل يعني لا حول ولا قوه، فقلنا له يعني عايزين نديك مويه، قال له جاري هو عنده فشل كلوي وانا بتحمل. يا سبحان الله، ويقضيها على فشل. فالحمد لله يعني مشينا نوصل، كانت شبكات واحد بوصل بيوت، كنا بندفع لوزاره الماليه على اساس انه هم المواطنين يدوهم مويه. كانت بعض المنظمات دخلت وبعض الخيريين دخلوا هناك، فمشينا. فمن في ظرف يعني ثلاثة شهور دخلنا من خراطيش واحد بوصة، دخلنا لأنه نحن بعد ذاك يعني نشوف العجز في المناطق العاطشة شديد، وحفرنا الحمد لله في السنة دي 23 بير، وغطينا خمسة مربعات هسه حتتفتح قريبا بعشرة بوصة وثمانية بوصة وستة بوصة، لخمسة مربعات، في كل مربع في 750 بيت، ومتوسط الأسرة 10، فتقريبا أكثر من 500 ألف نسمة غطيت بالمياه هذا العام. ونحن فرحين جدا جدا أنه نحن قدرنا، مش يعني المنطقة تدخلها بس مياه. طبعا أنت لما ممكن عندك مويه ما بتقدري تعملي تنمية في أي شيء، في أساس أي شيء المياه. وفعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني كنت عايز اسالك، انتم لما مشيتوا المنطقه لقيتوا في اشياء ممكن تكون مخيفه، عقارب، ثعابين، المنطقه نفسها ما امنه للسكنه للمواطنين او السكان، فليه بديتوا بمشروع المويه في الاول؟ ناهيك عن انه مثلا ما فكرتوا في انه مثلا ممكن توفروا امصال للعقارب او توفروا، يعني ليه قصه المويه بديتوا بها طوال في الاول وبقت شكل شبكات وبصوره منظمه جدا وفيها تخطيط يعني ما عبث؟ هو لو ما عندك مويه ما عندك شيء. يعني يحكى انه نحن من خلال تجربتنا مشينا في قريه نديها مويه، فحكينا للشيخ انه المويه دي مسمومه يعني فيها شعاع وممكن الناس تموت. فقال لي يا بنتي لو نحن يعني المويه دي شربوها يعني ممكن يتوفوا بالسرطانات في مده زمنيه، قلت له يمكن 6 شهور لسنه، قال لو ما شربوا المويه بيموتوا في 3 يوم. فيعني ما في مويه ما في شيء، يعني حتى لو في مستوصف في مدرسه في قلو اي حاجه، ما في مويه ما في شيء يعني. فنحن بدينا بالمويه، السقية عظيمه، جبريل سؤال لو يعني سالوه لو نزلت الارض قال له سقيتها ماء، وما في اجر اعظم من المويه. فنحن مندخل المويه ما اكتفينا بالمويه، نحن عملنا يعني شغل اجتماعي رهيب في المنطقه، وببعض الزملاء دخلنا بعد ما ندخل المويه بندخل المجتمع ذاته، يطلع من حته خموليه لحته انتاجيه. فبنجيب ناس البيت الاخضر يعلمونا الزراعه، عندهم 200 متر البيوت بتاعتهم وما فيها اي شيء، يعني بتكون مرات حتى ما فيها ضروه للشمس. والمناطق رمليه، في هسه نحن في الخريف ما بتخش الحمير.
فتخيل انك انت قاعد في اطراف المدينه ما قادر في البيت اللي اديتك له الحكومه لانه ما في مويه ما في كهرباء، ولما تيجي راجع من الشغل في رمضان قد يكون كمان ما في مويه لان الحمير ما تقدر تصلك لان الحته رمليه صخريه. ف يعني مأساة بمعنى الكلمه. فالحمد لله نحن من بدينا لنا 5 سنين كجروب وسجلنا في كورونا، نحن سجلنا المنظمه في كورونا لانه بعد ذاك كان لازم نخاطب الجهات الرسمية عشان نمشي لحتة أكبر وأوسع. تمام. طيب في ال5 سنوات دكتورة باكينام خليني أسألك، يعني في تقديراتك كم من المستفيدين إذا في إحصائيات أنتوا قعدتوا حسبتوها من مشروع الموية أو من مشروع قطرة ماء؟ أنا أقدر أقول لك في السنة دي بس نحن غطينا 500,000 نسمة ما شاء الله. فأتخيل في 5 سنين ممكن نكون غطينا شنو. نحن غطينا 3/4. نحن عندنا مشكلة في السودان، لما نجي نحل مشكلة ما بنقطع من جذورها. فنحن دخلنا الفتح خطيناها كمنطقة نخشها أن نقطع المشاكل بتاعت المويه فيها من الجذور. فلما مشينا قعدنا مع الهيئة اشترطنا لأن المنطقة دي منطقة فقيرة والناس يعني حالتها مؤذرة، فاشترطنا على هيئة المياه أن ما تبيع لنا المويه لأنه المتعهدين دخلوا المنطقة دي عملوا مياه سطحية، والمياه السطحية جيرية تسببت لكثير من الأسر فشل كلوي. ونحن اشترطنا أنه لما نخش نشتغل بمقاييس مياه عالمية تحت إشراف الهيئة. فبالتالي من دخلنا نحن قلنا كل نقاط الضعف، نحن ما نقدر ندخل كل بيت لكن احنا ممكن ندخل بيت ونفوت بيت وندي البيت الثاني على شرط انه يدوا بعض. فكان المهم ان احنا كيف نغطي نقاط الضعف في المنطقه، نحن ما نطلع منها، بعد ذاك ندي المبادره الثانيه للحكومه في انه كيف تنقل المجتمع ده من ما هو ادينا الاساس. انت ما فيك تسال زول ابني بيته ولا ابني مستوصف ولا يعمل اي شيء وما عنده مويه. فهو بيشتري برميل المويه ب 200 300 وممكن ال 200 300 ما تكون عنده في نفس اليوم. فمعناها حيصوم من المويه، فما بالك بعد ذاك انه هو يغتسل فيها يطبخ فيها وابني فيها. كويس قد ما تكفيه. ففي نساء عمرهم 70 سنه بيكونوا بيحفروا الارض، بيطلعوا الخرسان على سايت الحصاص وبيطلعوا الردميه على سايت وبيبيعوها اكستشينج وذ ووتر، يعني بيقايدوا بها المويه. لا حول الله. فمأساة حقيقيه. الفتح 1 والفتح 2 الحمد لله يعني شبه تقريبا قضيت. 3 عملنا فيها بيرين، ودي كانت هم الفتح هم الفئه النزعت من الغرب وهم نازحين الحروب. لو ما قلنا 95% 99% هي من دافور وغرب السودان. فهم الناس اللي تضرروا وكانوا من نازحين الحروب والمشاكل القبلية اللي حصلت، وقاموا نزعوا لشرق سوبا. فقعدوا في سوبا، جات الحكومة يعني طردتهم من سوبا وخدتهم هناك وعدتهم أنه تعمل لهم كل شيء. فخطتهم 14 سنة بدون حتى قطرة بتاعت ماء. طيب شغالين يعني بكل النواحي يعني. تمام. انتم شغالين شغل وشغل ما عشوائي، شغل مرتب، ورجعتوا لهيئه المياه او اداره المياه واخترتوها بالخطوات اللي انتم ماشيين. لكن بالرغم من ده كله دكتوره باكينام انتم واجهتوا بعض العراقيل وبعض العقبات اللي وقفت في طريقكم. ممكن نعرفها منك وكانت من وين بالضبط، يعني اذا جهه محدده. نحن عندنا كم مشكله. كويس. انا احب ابدا بالسلوك السلبي للمواطن. كويس. أول حاجة قبل ما نبدأ بالسلوك السلبي للمواطن، المواطن ذاته ما عارف حقه هو كمواطن حقه. أنت ونس أنه الجهة المعنية بالأراضي أدتك أرض صالحة للسكن، معناه أوتوماتيكي أنت عندك حق الموية والكهرباء. وما ممكن هم يشيلوا منك أو يحصلوا منك يعني قروش ما لم يدوك الخدمة دي. أول حاجة ده حق المواطن. بيجي المواطن، سلوك المواطن السلبي بيفتكر انت منظم عندك قروش، فعندك قروش وهو بتفنن كيف انه يسحب منك القروش، لانه بيفتكر انك انت يعني شنو اللي بيجبرك على انك تمشي الصحراء وتتعب ومن مالك الخاص وتدفع مويه ما لم انت مستفيد. فبيبقى السلوك السلبي في انه هم كيف يحاولوا يستفيدوا من المنظمه لكن هم ما يعملوا اي شيء لرفعت نفسهم. حسينا بأنه الفئة دي شوية اعتمدت على الهبات، فنحن طلعنا السلوك السلبي ده من المواطن في أنه هو يخدم نفسه في نفسه. ونحن كغطلة ماء بنديك 99%
من الخدمة، لكن الواحد في المية ما بناخد من قروش. أنت بتنزل بتبني، نحن بنجيب لك المواد أنت بتبني، نحن بنديك الخدمة، أنت بكون عندك حارس والحارس ده بتكون قاعد بيحرس الخدمة. أساساً نحن في شغلنا بنحفر الآبار وبنشيل الشبكات من السدود، من وحدة حصاد المياه. هي أساس الشبكات متبرعة من السعودية، كل شهر بتقسم 500 شبكة على أساس أنها تتوزع. المشكلة أن كل المنظمات اللي هي بتخدم حصاد المياه بتمشي الأغاليم. الخرطوم بيعاني بشدة من عطش، لأن الأطراف كانت الخرطوم عندها كاباسيتي بتاع سكان محدودة. فنتيجة للحروب والنزاعات اللي حصلت جات الناس وقعدت في أطراف المدينة، حصل تضخم. الناس حتى جوا المدينة بقى عندهم مشكلة حقيقية في المياه، فما بالك في الناس في الأطراف. فكثير من الأسر اللي منحت الأراضي دي في الفتح قعدت في أطراف المدينة عشان تجد الخدمات بتاعت الموية. لما نحن كانت عندنا اتفاقية مع السدود، نحن بنحفر حتى الآبار اللي حفرتها السدود أو حفرتها هيئة المياه، نحن بنأهلها كويس، وبيتم النواقص وبندعمها ماديا واداريا تحت اشراف الهيئه، بانه في النهايه همنا انه المويه تصل، ما همنا من حفر البير، همنا في النهايه انه العطشان يشرب مويه. بعد السيرفي انا قعدت سالت روحي ليه المنظمات بتفشل في السودان؟ شنو بيخلي نحن بتجي منظمات كثير وبتجي يعني دعم كثير من الخارج بالذات لعمل السقيا، وفي منظمات كثيره جدا في السوق لعمل السقيا. فسالنا يعني قعدنا عملنا دراسه ليه المنظمات بتفشل؟ لقينا انه يعني سلوك الموظف الحكومي دائما في اعتقاده أنه الخدمة المفروض هو مدفوع السلري بتاعته من المواطن. يعني موظف الحكومة ما فهم أنه هو موظف عند الشعب، والشعب هو اللي بيدفع السلري بتاعته آخر الشهر. فالموظف الحكومي بيفتكر أنه هو بمن بأنهم يدون الموية، وسلوكياته بتكون بأنه هو والله أنا أديك الموية بمفهومي باعتقادي، لأنه ده إثي بقى بيتعامل بعمالة الدولة كأنه ملكه. فنحن لما نجي نكون دايرين شبكة، نحن بنديك تسليم حقيقي بإشراف الهيئة، بعد ما نسلم المحطة بنشترط بعض الأساسيات على الهيئة. بنعمل سيرفي بنلقى أنه في صهاريج كبيرة قاعدة في الخلا ما عندها المياه أصلا واصلة. بنطلب الصهاريج دي، أنا الصهاريج دي طلبتها من هيئة المياه من عهد الإنقاذ، من إدارة السيد مالك، جاء بعدهم ثاني مدير، السادات، وهسه السيد مامون. هسه في السيد مامون نحن طلبنا اول حاجه 10 صهاريج قاعده في الخلا ما عندها اي قيمه، في انه بس يدونا ليها. نحن بنفثها، نحن بنوصلها، نحن بنركبها تحت اشرافهم اكيد. فلحد هسه بعد يمكن 5 سنين تحصلنا على 6 صهاريج، والشوارع كلها ملانه صهاريج فاضيه ما عندها قيمه. فبتبقى عليك قصة لأنه جينا نساعده في 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 حفر قبر أبوه دس المحافير، فبنلقى أنه موظف الدولة بيقول لك يا أخي تعال جبني تدلعيه توصليه تفطريه وتحنسيه وتاخدي وتترجي وقت عشان تقعدي معاه، عشان هو يديك خدمة أساسا هو مدفوع أجره عنده مفروض هو اللي يعملها. كويس. جينا للسدود، السدود هم يعني كانوا بدون الشبكات، وكانت الإدارة السابقة في حصاد المياه السيد علي عمار علي، أنا برسل له التحية حتى أيام تسقط، بس نحن كنا بالشبكات بيرسلوا علينا بالليل، الصباح بنمشي الفتح بنلقاها بنعمل شغلنا، بعد ذلك بنمشي القيادة. فواحدة من الظرايف يعني لما دخلنا الموية لمنطقة فسألنا طفل أنه فرحان بالموية، قلنا له عايز تشوف، فقعد يغني تسقط بس، ف يعني ما عرف يعني بفرحة الموية ابتدى يغني للثورة في الوقت ده. فبعد ما انتهت، نحن دائما قبل ما نحفر أي بير بناخذ الإذن من الهيئة التصريح، وبناخذ الاذن من السدود انها حتمدنا بالشبكه. نحن لو جينا نحفر بير ب 6 مليون ونشتري شبكه ب 12000 دولار ونشتري صهري ب 12000 دولار، ما في زول حيتبرع عليه البير. ما في زول عنده المبلغ ده عشان يتبرع عليه البير.
كل الدعم بتاعنا بتاع قطرة ماء دعم ذاتي جاي من أعضاء قطرة ماء. كل السودان ده أنا على الشاشة بتحداه، غير يعني سيدة الله يجزيها من بورسودان تبرعت لنا بألف ألف جنيه يعني تبرع سرو الإعلام. كل السودان ده برسل لنا طلبات بآبار، لكن ما في جنيه واحد بتدعم به المنظمة. كل الشغل اللي قابت به المنظمة من ما بدت لحد هسا بأعضاها ومن جيوبها، ما عندنا أي دعم خارجي، ما عندنا أي دعم حكومي، بل بالعكس. يعني نحن لما نجي نطلب الخدمة أو الشبكة أو الصهري بتكون البير اتحفرت ب 800 لحد ما الموظف الحكومي يطلع من 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 يعني من روحه عشان يدينا الخدمة بتكون البير وصلت حفرة 6 مليون. حاليا أنا عندي 9 آبار، التسع آبار ديل في الفتح محفورة. نحن خاطبنا الهيئة وخاطبنا السدود، نحن خاطبنا الهيئة والسدود يوم 20 أغسطس 2020. أنا تستلم مننا الستة آبار كان حفرنا وانتهينا منها قبل سنة وشهر. قبل سنة وشهر نحن طلبنا الخدمة، وده الخطاب أنه يستلموها. ما استلموا، قلت لهم خلاص يا جماعة أدونا، نحن عندنا 6 آبار انتهت، فيها 3 آبار بتاعت الشهداء، لأنه عندنا بعض الأسر الشهداء معانا، ونحن كقطرة ما نحب أنه نجازي الشهيد بأنه نحفر له السقيا. وهسا تموا 9 آبار. فصدق وزير ومدير الهيئة مدير السدود صدق على 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 على, 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 على الشبكات. طيب واصل كلامك. صدق على الشبكات وعشان يستلموا الخدمة. إذا في إمكانية تأخذ ليه، لكن هي صورة صعبة جدا ممكن. في الاستلام نحن أي حاجة بنستلمها برضو دي واحدة تانية، دي مجموعة من الخطابات. طيب مازن إذا حتى أعرف دي صورة تانية يعني، لكن ديك 2020 دي بتاريخ تاني. فنحن بنخاطب هيئة السدود بأنها تجي تستلم، فتموا سنة ما استلموا. لما جينا نطالب الشبكات الجديدة قال انتوا سلموا القديم. عملنا نموذج كيف انه المحطة تكون وسلمناه لهم، وعندهم مشرف، هم لما يدوك الشبكة بيدوك معاه مشرف على اساس انه يتابع الشغل. فالمشرف بعد ما الشغل يتم وبعد ما هم يستلموا الشغل يجي يقول لك والله ما نديك الشبكات لهذه وهذا وهذا، وهو تقصير من جانبهم. قام المدير السابق اللي هو السيد السير قال نحن من 9 شبكات بنصدق لكم هسه بخمسة، وبعد ما تسلموا الخمسة نحن بنديكم الأربعة التانيين. اتغيرت الإدارة بتاعت هيئة وحدة الحصاد المياه، وجاء مدير جديد اسمه عمار محجوب. عمار محجوب ده أي عرقلة ممكن تحصل في التاريخ خدتها قدامنا في وشوشنا. جيبوا ده أي شيء. قال جيبوا خطاب من هيئة المياه أنه نحن نديكم الموية. خطبنا هيئة المياه قلنا لهم نحن والله يا جماعة عايزين بتاع الهيئة، خطاب الهيئة، نحن عايزين خطاب منكم عشان نحن أفتكر معاكي معايا تفضل. خطبنا الهيئة يا جماعة، ده خطاب الهيئة بأن خاطبت السدود بأن تدينا 9 آبار 9 شبكات من محطتها عشان نحن نتم بها الآبار. آبار دي محفورة لها آبار منطقة الفتح. الآبار دي محفورة لها 9 شهور. أنا ما في جهة ممكن تخطر على بالك أنا مشيت ليها عشان الشبكات تتفك عشان نتفادى الخريف وأنه يحصل دمج للأبار. لما أنا طلبت بالشبكات كانت البير بتتحفر ب 800 ألف، أنا الليلة البير بتتحفر ب 6 مليون. لحد ما موظف الدولة يجي مزايو عشان يديكي أساسا هي هبة جات للمواطن المهمش. اتصلت عملت شكوى لوزير الري. يعني انتوا شغالين في عمل خير لكن العقبات كبيره جدا. عملت شكوى لوزير الري، اشتكيت فيها ان السدود ما عايزه تلتزم بانها تسلم الشبكات. الشكوى من السدود انها من شهر 3 أو 5 لحد الحين الوزير ما رد علينا كويس. ويعني انا ما عارف اقول شنو، انتهينا من الشكوى بتاعت الوزير وما رد علينا وزير الري، مشينا لوزير شؤون الوزراء السيد خالد عمر. اتصلت به وقلت يا اخي انا عندي 9 ابار، يعني التسع ابار دي ممكن تضيع، نحن حافرين بمبالغ ما هينا وتبرعوا بها ناس خاصين يعني ناس يعني دعم ذاتي يعني.
فقال لي immediately منتهي منك المدير بتاعي حتصل بيك. قعدت ساعة اتصلت بي يا أستاذ خالد لو سمحت ساعة الوزير أنا مستني التلفون هسه بتصل بيك ليومنا هذا. ساعة الوزير خالد عمر لم يتصل لم يهتم. ديل الناس بتاعنا الثورة الغنوا بالهامش وخلونا نبكي. ضربت لعمر الدقير استعملت علاقاتي في بعض الحركات في الحكومة لا حياة لمن تنادي. مشيت لي مشينا رسلت المندوب تاني للوزير لمدير السدود. مدير السدود السيد محمد. يعني إلى الآن أنتم متابعين مع مدراء المكاتب وما في أي رد أو لمدير ما في تفاعل مشينا لمدير السدود الحكومية. السيد باشمهندس محمد نور الدين. فنحن قاعدين برا قال أنتم يا قطرة ماء نحن ما قلنا لكم ما عندنا لكم حاجة بدل تملوا جيوبنا تفضوها. فأنا I was shocked يعني قمت قلت له يا سعادة المدير إذا أنت بتفتكر قطرة ماء بتفضي جيبك أو بتفضي معونك كما ذكرت فمفروض تراجع الجوب ديسكريبشن بتاعك لأنه نحن بنساعدك في شغلك بأنه بنقطع العطش وبنساعد مهام الدولة في أنه نقلل بالذات في الظروف الحالية من قيمة العطش في السودان. فكان رده قال لي يا أخي ما كل السودان ولاية الخرطوم مفروض أنتوا تطلعوا تأثفوروا الحتات الثانية. فأنا يعني أنا كرئيسة مسؤولة من العطش بقول أنه نحن لا سياسيين ولا حزبيين ولا عندنا عنصرية تجاه ما عندنا عنصرية لا حزبية لا دينية لا عرقية. أنا عرقية أنا كل همي الزول العطشان يشرب. لو هسه هنا معك في الاستوديو زول عطشان مفروض يشرب. طيب هو في ولاية في منطقة دي ما اهتمامنا. يعني أنا حقيف معك في واحدة من النقاط. يعني نحن في وحدة تنفيذ السدود نتعامل فقط مع هيئات مياه الشرب الولاية المعنية حسب ما هو مضمن في الخطة الكلية العادلة بين الولايات ولا نتعامل مع المنظمات على كثرتها. عليه ننصح بالعمل والتنسيق مع الولاية المعنية. هل تم هل هي هيئة المياه؟ أيوة وريتك الجواب. هو هيئة المياه بعد النقطة دي وين؟ آخر كلامه قال لي ما رد علي الردة قبل ما يديني الردة قلت له اديني لك كتابة. قال لي هديك لك كتابة وإن شاء الله تمشي بالي البرهان ذاته. فهي مشكلة حقيقية لما يكون موظف بتاع خدمة لخدمات الناس يعني وهو يهدد حتى بأكبر منصب في الدولة بأنه ما مسؤول. فأنا بفتكر يعني الناس مفروض تجيف في الحتة دي. مفروض الإنسان اللي بيجيف في خدمات الناس لا يكون إنسان عرقي لا يكون إنسان عنصري لا يكون إنسان يعني بتعامل أي تعامل مهما كان نوع التعامل شنو إلا بقوانين واللوائح بتاعة المؤسسة اللي هو بيخدم فيها. واحدة من الحاجات اللي بذكر فيها نحن قالنا عندنا الأولى أنه نعمل زيرو عطش. أنا نفذت 5 ولا 6 من زيرو عطش هم حفراها وما تموها. ما مهم منه الحفرة مهم منه بيشرب مويه. طيب. نحن بالنسبة لنا يعني ما مهم إذا ولاية الخرطوم ولا دافور ولا كردفان ما مهم انت حزبيه انت دينيه ما مهم. انا مهم عندي انت عطشانه اولا. نعم صحيح. طيب دكتور باكينام يعني الاشياء اللي تمت وبصوره علميه والناس استفادت من خدمات المويه عارفين المشاكل ممكن تحصل في فصل الشتاء المواسير اللي بتضرب القصص اللي ممكن تكون تستكف الطين في حتات معينه. التبليغ بيكون وين؟ هل لشبكات المياه ولا الشباب في المنطقة بيرجعوا لكم أنتم كقطرة ماء بصورة مباشرة حتى تتم عمليات الصيانة؟ لا نحن بنعمل شغل جديد. لا في حالة مثلا أنه في ماسورة ضربت أو في حالة أنه في مشكلة. لا نحن شغلنا تحت بعد ما نسلموا للهيئة ما عندنا علاقة بيه. أنا بخش ما حتة ما فيها موية أساسا. ما هي ما فيها موية حتضرب من وين المواسير؟ أنا بخش في صحراء ما فيها موية. كويس؟ ومش كده وبس. نحن لما نخش في المنطقة بنشوف احتياجات المنطقة. أنا بعد ما انتهي فتحي عندنا 9 مفروض بعد 9 بالضبط بعد 9 آبار نحن غطينا نقاط الضعف كلها تحت الفتح مفروض نتجه لمنطقة ثانية. أنا عملت لما عملنا المربعات وعملنا الآبار دي قدمنا تشريط لوالي الخرطوم بأنه المبادرات اللي نحن بديناها أنه هو يدعمها. الليلة نحن عندنا برنامج ثمرات ما قاعد تصلهم. عندنا موضوع ثمرات في مناطق شالت السيول من السنة الفاتت أبو حمد.
ما قعدت اصليهم. نحن بنمشي مناطق بندعمها بالغذاء والدواء، الحكومه ما قاعده تصليها. ودي حاجات يعني انا عملنا مبادره لوالي الخرطوم بانه نحن انتهينا تقريبا من الفتح، وعندنا مركز صحي في الفتح 3 مبنته الولايه، وساعدنا بعض المدارس وبعض الجوامع والروضه بان تدخل المياه، وعلى الوالي انه مع نحن ما عايزين قروش. فهمتي علي؟ انت الليله في حاجه اسمها جمعيات التعاونيه، نحن عملنا مبادره الناس دي نحن هيئناهم نفسيا وديناهم المويه لاي شغل قادم. انا الليله انت والي الخرطوم، لما انا اجيك اقول لك المبادره دي نحن بنعمل جمعيات تعاونيه. الجمعيات التعاونيه دي حتى المحامي بتاع المنظمه بيعملها. دايرين حاجتين، تركيز الاعلام عليها، ووزاره التجاره بالتعاون مع البنوك تدي الجمعيات التعاونيه في المناطق دي تديهم القرض الحسن، انه الناس والمحليات تديهم الاراضي الفاضيه الملانه ثعابين وعقارب تديها لهم يزرعوها. فانت بتنتج في المنطقه كويس، وبتخلي الناس هم يطوروا المنطقه من انتاجهم بالشكل البنوك كويس، بتقطع فاتوره وزاره الماليه في انها تدعم الفئات ذو الدخل البسيط، وبتطلع الناس من الحته الخموليه في انهم دائما مستقبلين لحته انتاجيه، الناس بتشتغل. فالمشكله شنو؟ بدل الاراضي تكون فاضيه وصحراء، ليه ما تؤجر؟ كلهم ناس مزارعين، كلهم ناس ودخل محدود، ليه ما تؤجر لهم في مناطقهم وازرعوها ويعملوا جمعيات تعاونيه، ومنها هم نحن دخلنا الابار منها هم يعملوا الشبكات. بيقطع فاتوره المياه، بيقطع فواتير كثيره جدا من وزاره الماليه. ومش كده وبس، ودخلنا له بمبادره ثانيه بتاعت النفايات، لانه فشلت ادارته في انه تخلص المنطقه من الانقاض من النفايات. ونحن عملنا مبادره، انا ما قاعد اطلع بمبادره للاعلام ما لم تكن ناجحه 100%. ما بنتكلم مبادرات ساي على الهواء، واساسا لما نجي في التطبيق ما نلقاها على ارض الواقع. نحن بنعمل المبادره وبننجحها كويس، وجبنا مكنه روسيه لصناعه الطوب لهذه الفئات عشان هم ابنوا. نحن عملنا مبادره لاستداميه نظافه الحي وتطوير الحته دي على اساس انها تعم. نحن دخلنا الوالي ما طلبنا قروش، ما طلبنا اي شيء، طلبنا اعلام مكثف على المبادره، وطلبنا توجيهات بصدق قوانين تساعد المبادره على النجاح، وطلبنا انه توجه وزاره الماليه والتجاره في انها يكون في قانون للبنوك تساعد سوء الفئات المحتاجة بتعمل جمعيات تعاونية. نحن متكفلين بأتعاب المحاماة وبأتعاب التسجيل وكل شيء بأنها الفئات دي تجد مصدر بتاع إيش. عندنا كان تفتكر رأي الوالي شنو؟ قال لي أنت عارفة نحن عندنا مشاريع كثيرة، والميزانية بتاعت الخرطوم هي 5% من ميزانية زين. فأنا كاتحت قلت لي سعادة الوالي أنا مالي ومال زين. قال لي أنت شكلك ما عندك صبر، أديك حبة من صبري. قلت له ساعة الوالي خلي لك والمبادرة في إيدك. وانت ليومنا هذا لم يرد الوالي بالرغم من الإحباطات وتكسير المجاديف، لكن أنا بحييكم وبهنيكم، مبروك أنتوا أخذتوا جائزة يوسف بدري على إنجاز العظيم من جامعة الأحفاد. يعني برضو ممكن نلقي نظرة على تبعت شوية أمل كده. مبروك لكم. الله يخليك. دايرة يعني أوريكي نحن في منطقة يعني في الأغاليم، هي في نهر النيل محلية أبو حمد. المنطقة دي أنا بديك الورق وإنت ممكن تعرضي الورق. المنطقة دي هي في العراء من السيول الفاتت كويس. بيموتوا فيها أطفال، حتى أسماء الأطفال المذكورة. الأطفال دي المنطقة دي غرقت، السيول شالتها من الجزيرة دي من السنة الفاتت. حكومة ادتهم خيام، وعدت تعمل لهم منطقة نموذجية. ليومنا هذا بيموت كل يوم طفل من العقارب، ما عندهم مصل بتاع عقارب. جابت لهم منظمة خراطيش بتاعت مياه عشان تمدهم بالمياه، ساكنين في العراء ليومنا هذا. وأنا بتكلم معاكي نحن في رمضان ودينا لهم حقائب رمضانية، أغاثبين ودينا لهم حقائب ليومنا هذا. ما دخلت له، جاتوا المنظمة جابت لهم الخراطيش. ليومنا هذا المحلية ما عندها قرش أن تلحم لهم الخراطيش دي عشان توصل لهم المياه.
ويومي بصارعوا مع المصل ومع العقارب. عملنا تجمعات والإنسانة اللي هي يعني وصلتنا بالحتة دي عملوا تبرعات وهم في بعض مع صيدلي كريم يعني له شكر والتقدير ومجيبنا الخاص يشتروا المصل بتاع العقارب والصلاه. نحن يعني ثمرات يمكن ما تغطي ويمكن ما تصل لكن عندنا الحلول. نحن عندنا الحلول نطلع الموظف او الانسان المسكين اللي هو ذو دخل محدود نطلعه لحته انتاجيه بخطه سليمه اداريه. نحن كمنظمه ما عندنا اي غرض غير لوجه الله تعالى انه نحن البلد دي بدينا نبنيها من 5 سنين فاتت وبنشتغل اي شغل بنشتغله بنقطع من الجذور. نحن ما عايزين شيء. نحن لما نجيك يا اخي عشان نشيل بعض الهم او بعض الكري من اكتافك بالذات في الظروف الحاليه يعني المفروض تساعدنا. نعم يعني في مجتمعات البره لما انت تقول شارع ساي بيعمل لك جائزه فما بيكسروا مجاديفك وما مش تستفز يعني في انك انت بتقدم خدمه هم مدفعوا الاجر ليها. انا والله شاكره ومقدره لك وكاعلام دورنا انه احنا مفترض نتابع معاكم خطوه بخطوه ومناشداتك كانت واضحه تماما على الشاشه. اتمنى انه عندي كمان صوت لهم للاعلام. طيب انا اتمنى ان الجهات المختصه انها تقيف يعني او على الاقل تسمع مطالبكم ويكون في تواصل ما بينكم وبين مكاتب الساده اللي انت تفضلتي بمناشدتهم. يلا لومينا بعد قبل ما نقول لك شكرا. اول حاجه شكرا لكم. شكرا جزيلا على الاستضافه الحلوه دي. انا بفتكر انه اعلام يعني الاعلاميين تركيزهم على السياسيين والاحزاب اكثر من تركيزهم على المواطن ومشاكله. ليه ما تكون في برنامج يعني لتنميه البلد انك تقابل المواطن ومشاكله مع المسؤول دايركت ويكون في يعني 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 على الحدث يكون دايركت على منبع الحدث يعني يعني مثلا اذا في مشكله في ابو حمد يمشوا ابو حمد ويسمعوا للمواطنين ويناقشوا المشكله بشفافيه ويجيبوا المسؤول يكون ردوا عليه على ارض الواقع وتتابع الاعلام. حاضرين ان شاء الله. شكرا لزملائك دكتوره بكينام عثمان رحمه رئيس منظمه قطره ماء. بالتوفيق ان شاء الله ومجهودات مقدره وربنا ان شاء الله يعني يجعلها في ميزان حسناتكم. الله يكرمك يا رب. شكرا لك.